للمزيد من المتابعة والمعلومات عن هذا الكتاب معنا دكتور أيمن الجهري، مؤلف الكتاب المتصوفة الأسكندرية ومنشأتهم المعمارية. صباح الخير دكتور أيمن. صباح الخير أستاذ شروس. يعني لو اتكلمنا عن جزء مهم في هذا الكتاب وهو اختيار الأسكندرية للزهاد والصالحين والمتصوفين، إيه السبب؟ طبعا المغاربة أو الوافدين من المغرب ارتبطوا بمدينة اسكندرية سواء قبل الإسلام وفي العصر الإسلامي، لكن كان في سببين أساسيين في العصر الإسلامي. كان سبب في حالة ارتباط الزهاد والصالحين والعلماء بمدينة الإسكندرية، و يعني الباحث أرجعناهم يعني لعاملين أساسيين، وهو أول عامل فيهم اللي هو انتشار عدد من الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض الصحابة بتشير إلى فضل يعني الإقامة في الإسكندرية وسكن الإسكندرية. تمام. العامل الثاني وهو انتشار أو وجود المذهب أو تلاميذ الإمام مالك في مدينة الإسكندرية، وبالتالي كانوا قبلة لطلبة العلم خصوصا الوافدين من المغرب إنهم يعني يأتوا إلى الإسكندرية ليتلقوا الفقه على مذهب الإمام مالك عن من خلال تلاميذه. طب لو تعرفنا على أهم المنشآت والأضرحة المهمة في إسكندرية اللي نقدر حتى نزورها. طبعا في مسجد البوصيري، في مسجد أبو العباس المرسي، في أيضا مسجد منسوب للشيخ أبو الفتح الواسطي، ربما دول أبرز يعني الرموز الصوفية اللي موجودة في مدينة الإسكندرية. نعم، احنا بنشكرك دكتور أيمن الجهري مؤلف كتاب متصوفة الإسكندرية ومنشأتهم المعمارية.